نفسي كل يوم، يعني كل يوم قاعد ألقى تحدي جديد حق نفسي. ذاك اليوم سويت تحدي إن أنا أبلش المكياج من العيون، وبعدين قلت لكم ذاك اليوم سويت وفزت بالتحدي. باكر التحدي راح يكون إن أنا أرسم حواجبي، مو نفس كل مرة، راح أرسم حواجبي شعرة شعرة. إيش رأيكم؟ وراح أخلي يعني السناب شغال، يعني بوريكم شنو راح أسوي. فباكر التحدي هذا خل نشوف أفوز ولا لا. خل أوريكم بس البوكس، أحس في وايد أشياء تساعد إن أنا أقدر أرسم حواجبي شعرة شعرة. خل أوريكم شنو موجود. هذا البوكس أول شيء، خل أقول لكم يعني في وايد أشياء. هذه الفرشة، يعني فرشة حواجب، وهذه الفرشة الضعيفة يمكن هم تساعدني على إن أنا أرسم حواجبي شعرة شعرة. اخترت هذا اللون، احس انه يناسبني. في ترى اكثر من لون، في اللي على افتح وعلى اغمج اذا تبون. هذا الباودر حق الحواجب، حق الناس اللي متعودين ترسم حواجبها بباودر مو بجل. وايد سمعت عن هذه المسكرة، انها تثبت الرموش، سوري الحواجب، وتخليهم يعني تشيل ان تثبتهم، مو ما يكونون نازلين. كان قصدي هذا الجل مع فرشته. هذا قدم القلم وقاعد اتدرب ان انا ارسم شعرة شعرة. احس عجيب، شوف شلون شي وايد الشعر كنا صجيين. باكر قدم القلم وقاعد اتدرب ان انا ارسم شعرة شعرة. احس عجيب، شوف شلون شي وايد الشعر كنا صجيين. باكر قدم القلم وقاعد اتدرب ان انا ارسم شعرة شعرة. احس عجيب، شوف شلون شي وايد الشعر كنا صجيين. باكر استخدم القلم وقاعد اتدرب ان انا ارسم شعره شعره. هذا القلم اللي توني قاعد استخدمه في فرشه هني بعد حق الحواجب، وهذا الشكل الثاني هم في فرشه. هذيل شويه الشعر اللي يكون اعرض، تبون فراغات اكثر. ينن باكر راح استخدمهم. تلقون افوز بالتحدي ولا لا؟ متخيلين ان هذا البوكس عادي سعره قبل كان فوق 60، الحين منزلينه بس بوتيكات سعره وايد حلو. الحين اوريكم اياه، يمكن شي بالعشرينات، فوايد شي ما يتطوف.